السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أي حد بيشتغل في مجال البيم لازم بيصدروا الاي اف سي، لأن الاي اف سي ده الحاجة المشتركة بين برامج البيم. ففي أدوات بتخليك تقدر تشوف الملف دوت حتى لو أنت مش شاري أي برنامج من برامج البيم. الحاجات دي فري، تقدر أنت تشتريها وتشتغل بيها بدون أي مشاكل خالص. غالبا الشركات بيبقى عندها 2 تولز بتعمل فيور أو تخليك تشوف الحاجة، وحاجة تانية بيكون فيها ايديت، او هو مثلا عامل برنامج كبير بيعمل حصر وبيعمل حاجات كتير جدا، لكن بيخلي الاي اف سي فيور ده مجاني. هنشوف كذا واحد وتقدر ان انت اسيب لك رابط تجربهم، ولو عندك برامج تانية برضه يا ريت تحطها لنا في الكومنتات. هو في كتير الصراحة، انا اخترت بس عينة كده. ده مثلا تبع اوبن بروجكت، تقدر ان انت تفتح ملف الاي اف سي، تقدر تقيس المقاسات، تقدر ان انت تعمل حصر الحاجة، في امكانيات كويسة جدا. عندك مشروع بتراجعه، فانت بتفتحه 3D وتقدر ان انت تشوفه. طيب دي شركة عاملة شوية ادوات مجانية كويسة جدا، كنا اتكلمنا عن اكتر من حاجة فيهم. دي اسمها ACCA، تمام، عاملة حاجة اسمها BIM.Editor، وتقدر ان انت تشوفه اونلاين. تقدر تفتح الملف بتاعك اللي جاي لك، وتقدر ان انت تعمل عليه تشيك وتأكد من الملفات مطابقة للمواصفات، وهو بيديك مساحة مجانية تقدر ترفع عليها الملفات بتاعتك زي ما انت عايز وتشاركها مع الآخرين. ده برضو جروب دوكس، تقدر ترفع الملف وتقدر تشوفه بدون أي مشكلة خالص، ويديك ايه المعلومات الموجودة فيه IFC، تمام. طيب ده بقى من ضمن الحاجات اللي عجبتني، يمكن ده اكتر واحد، دي ستيلر، تمام. وتقدر ان انت تشوف الملف زي ما انت عايز، وتقدر ان انت تاخد منه كل المعلومات اللي انت عايزها، عايز مقاسات، عايز تشيك. اصلا الادوات اللي في دي روتس ادات كذا اداه قويه، يمكن اكتر ادوات بستخدمها في الشغل بشكل شبه يومي. بيبدأ يوريك المشروع، تقدر انت تشوفه اونلاين، تقدر تشاركه مع الناس. يمكن انا شفت الديستلر ده من اول يوم نزل، كل شوية بيتطور بشكل حلو. يعني هو تقدر ترفع اي ملف، تقدر ان انت تصدره للاكسل، تقدر تعمل هايلايت على العناصر، تقدر ان انت تعمل ايزوليت، سيلكت، تاخد صور، سناب، فوكس، فلور بلان، تبدا تشوف فلور بلانز. كل الحاجات دي تقدر ترفع الملف بتاعك وتقدر ان انت تشوفه زي ما انت عايز. طيب تعالى بقى نشوف اللي بعد كده. في ويكي اي اف سي، ده برضه تقدر تعمل ابلود، تقدر تعمل فيو. الميزه ان اغلب الحاجات دي اوبن سورس. اوبن سورس يعني ايه؟ يعني لو عايز تطلع الكود وتقدر تطور فيه براحتك خالص، تقدر تعمل الموقع بتاعك، تاخد الكلام ده كله كوبي بيست وتحطه عندك في الموقع بتاعك. بيم فيوجن ده اداه تسطب عندك على الكمبيوتر، تقدر تعمل لها داونلود، وتقدر انت تعمل SDK. ده يخليك تبرمج انت جوه الاداه، وتقدر تشوف الملف بتاعك، وتقدر تعمل فيجوالايز للضوء مثلا. الحاجات دي كلها هو مجاني، ما فيش اي مشكلة خالص، تقدر تحمله وتسطبه عندك بدون اي مشكلة خالص. اونلاين اف سي فيور، تقدر ترفع وتقدر تشوف الملفات بتاعتك بكل سهولة. اي اف سي فيور برضه تقدر تقول له سيليكت اي اف سي وترفع ملف مساحته 150 ميجا وتقدر تشوفه. اخر حاجه بقى معانا اوتوديسك فيور. اوتوديسك عامله ان انت تقدر ترفع الملف وتقدر تشوفه بشكل حلو جدا وسهل، وتقدر تشاركه مع الاخرين كل اللي انت عايزه، ومجاني وبيديك تقريبا شهر، وكل لو حبيت في اي لحظه تدخل قبل ما الشهر يخلص وتدوس يجدد لك الشهر، وتقدر تشارك مع الناس، ودي مجاني مش محتاج لا يكون معاك لايسنس ولا حاجه خالص.